إذن في ورقة تقديمية حول حقوق الإنسان لتدعيم البنى الأساسية لدولة الحق والقانون والمجتمع الديمقراطي الحداثي، خطى المغرب خطوات هامة في سبيل إرساء الحقوق والحريات وإشاعتها ثقافة وممارسة. فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش فتحت أوراش كبرى في مجال حقوق الإنسان، فبكل جرأة تم فتح مجموعة من الملفات الحقوقية تداولتها هيئة الإنصاف والمصالحة. فكرة هذه الهيئة التي اعتبرت ثورة آنذاك جعلت من المغرب مثالاً يحتذى به في المصالحة مع الذات والمكاشفة الصريحة، والذي هدفه طي صفحة التجاوزات والتأسيس لعهد جديد. الاسم المحتفى به اليوم في مجال حقوق الإنسان هو الأستاذ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. شكراً أستاذ محمد الصبار. قبل تسليم الجائزة أظن أننا سنستمع الآن لسيرته الذاتية. من مواليد 22 من أكتوبر سنة 1955 بمدينة الرباط، الأستاذ محمد الصبار تابع دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية بنفس مدينة منشئه. بدأت حياته المهنية بوزارة التربية الوطنية كمعلم بإحدى المدارس الابتدائية بالرباط، وبحصوله على شهادة البكالوريا سنة 1979 قدم السيد الصبار استقالته من الوظيفة العمومية ليلتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث حصل على الإجازة في علم الاجتماع. وبعد حصوله على هذه الشهادة التحق بمعهد الإمام الغزالي للتعليم الحر ليعمل مديراً لهذه المؤسسة. هذا لم يحد من طموحه، فقد التحق السيد الصبار بكلية الحقوق بالرباط حيث حصل على الإجازة في القانون العام. كون نظرة استشرافية عن مجال حقوق الإنسان بمزاولته المحاماة سنة 1993. بدأ بنسج خيوط النضال في مدرسة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لتكتمل صورة الرجل المناضل الحقوقي حين شغل منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشغل أيضاً منصب رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. شخصية الرجل الحقوقي امتزجت أيضاً بالمسار السياسي، فهو أحد قدماء الشبيبة الاتحادية وعضو سابق باللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكتابة الإقليمية للحزب بالرباط. وتوج السيد الصبار مساره بتعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس سنة 2011 أميناً عاماً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يشغل منصبه إلى اليوم. السيد محمد الصبار متزوج وأب لابنين. هنيئاً لكم أستاذ محمد الصبار، أنتم الشخصية الحقوقية لسنة 2018. والآن سنترك الكلمة للسيد إدريس نجي ممثل وزير العدل لإلقاء كلمة في حق الأستاذ محمد الصبار. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً بدينا FM. شكراً لهذا الاحتفاء المزدوج برجالي ونساء القضاء، رجالي ونسائي مؤسسة الدفاع، وتالوتي أقانيم الثلاثة هيئة حقوق الإنسان. أستاذ المحتفى هو اختيار موفق. أستاذ الأمين العام عرفناه في صفوف طلبة الاتحاد الوطني طلبة المغرب، ثم مع المناضلين لطي صفحة سنوات الماضي سنوات الجمر والرصاص، واكب عمل هيئة التحقيق الخاصة بتعويض ضحايا انتهاكات الجسيمة، ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، وقبل هذا وذاك كان ضمن فعالياتي المتحركة ضمن لجنة متابعة انتهاكات الجسيمة، إلى أن عوض الراحل إدريس بنزكري في رئاسة المنتدى المغربي للحق والإنصاف
في إطار جهد المغاربة المشترك كل من موقعه لطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا واستشراف آفاق أكثر رحابة، آفاق تؤسس لدولة الحق والقانون وتعزز مسار التجربة المغربية على درب حقوق الإنسان كتجربة رائدة على المستوى العربي والإفريقي. أستاذ محمد الصبار إضافة إلى كل هذا وذاك كان محافيا منافعا عن قيم حقوق الإنسان، عن كونية هذه الحقوق وعن عدم قابلية الجزء. عرفته من مختلف القبعات التي لبسها من هذا الموقع وذاك، منافعا عن قيم حقوق الإنسان، مدافعا عنها. هي نفس القيم التي حافظ عليها حتى حينما تقلد منصب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من صفة تزاوج بين العمل الحكومي والعمل المجتمع المدني في إطار ما يسمى بالمؤسسات المشتركة أو المؤسسات الوسيطة، مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أستاذ محمد الصبار أهل لهذا الاحتفاء، ومن خلاله تكريم لكل الحقوقيين والحقوقيات برسم سنة 2018 التي تميزت هذه السنة باحتفاء العالم كله بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات في المملكة المغربية. هنيئا للأستاذ صبار وهنيئا لنا جميعا بهذا الاحتفاء. شكرا لكم إدريس نجيم، أستاذ إدريس نجيم، على هذه الكلمة بحق الأستاذ محمد صبار. الآن نمرر الكلمة للأستاذ المحتفى به محمد صبار. شكرا الصديق نجيم على هذه العواطف النابلة، شكرا السيد المدير العام لإذاعة مدينة اف ام، شكرا لكل العاملين بهذه المحطة الإذاعية من إعلاميين وطاقم فني وتقني وإداري، شكرا للجنة الاختيار والتي اختارتني ضمن عدة من الشخصيات كشخصية السنة. أعتقد بأن هذا الاختيار هو تتويج ولكن ليس بالضرورة يمثل استحقاقا، فهناك طبعا عدد من الذين ساهموا ووضعوا بصمات في تاريخ بلادنا من مواقع مختلفة ومتعددة. خلال 3 سنوات حظيت بالتكريم أكثر من 10 مرات، وكلما تعددت التكريمات ينتابني إحساس باقتراب النهايات. أنا أهدي شخصيا هذا التكريم لكل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقيادة المجلس الوطني، لطاقمه الإداري، وهم كانوا وراء خروج منتوج متعدد ذو جودة عالية في مجال حقوق الإنسان. لا يسمح الوقت باستعراض التقارير الموضوعاتية التي أصدرها المجلس الوطني ولا بآراء استشارية أثناء انخراطه بجدية في ورش إصلاح العدالة ببلادنا، ولا في النقاش العمومي الوطني بمناسبة تفعيل وتنزيل المتن الدستوري الجديد. هؤلاء كلهم ساهم من موقعه في أن يكون لهذا المجلس الوطني حضور وطني متميز وحضور دولي، استصدر إشادات من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة السابق والحالي، خاصة أثناء صدور تقرير الأمين الأممي في شهر فبراير من كل سنة. أنا أهدي شخصيا هذا التتويج إن صح التعبير لعدد من الذين قاموا بتأصيل حقوق الإنسان ببلادنا. أذكر بنفس محمد الحيحي رحمه الله، ودريس بن زكري مهندس العدالة الانتقالية ببلادنا، ولن أتجاهل وأنسى امرأة حديدية خبرت السجون الأستاذة لطيفة جبابدي. كما طبعا أهدي هذا التتويج أيضا إلى عدد من نشطاء حقوق الإنسان ببلادنا الذين ساهموا كل من موقعه في تدشين إصلاحات مهيكلة ببلادنا. هذه التجربة اسمحوا لي وإن كان الوقت لا يسمح بأننا حققنا دينامية جديدة وتلات مبادرات غير مسبوقة لا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي. أولها المغرب من البلدان
التي فتحت صفحة ماضيها الأليم بجرأة بشجاعة. ثانيا، كل أسئلة الماضي تطرح أثناء فترات انتقال السياسي. هذا ما وقع بالضبط في أمريكا اللاتينية، سقوط أنظمة ديكتاتورية فاشية عسكرية وظهور طبقات صاعدة جديدة وحكومات منبثقة من صناديق الاقتراع. في جنوب إفريقيا نهاية الأبارتايد، في السلفادور نهاية الحرب الأهلية، في تيمور الشرقية الحصول على الاستقلال. نحن نجحنا وتوفقنا وبامتياز كبير في إحداث القطيعة ضمن الاستمرارية. الحدث الثاني الغير المسبوق، يعود الفضل للمجلس الوطني أن اقترح تعديل قانون العدل العسكري في الوقت الذي كان فيه ورش إصلاح العدالة، لم يبرمج هذا الموضوع ضمن أجنداته. واليوم لم يعد مسموحا للمدنيين بالمثول أمام المحكمة العسكرية، آخرها ما تعلمونه حول مسلسل تسوية أوضاع المهاجرين غير الرضابين ببلادنا. أنا سعيد جدا وأنا محاط أولا بشخص مكلف بمؤسسة الضبط الاجتماعي، وورائي طبعا المحتفى به نائب الوكيل العام، وأيضا أحد المثقفين المغاربة الموجودين بنا والوزير السابق، والسيد نقيب أقديم زميلي وصديقي، وعدد من المحامون خاصة الذين اقتسمت معهم انشغالات وهموم المهنة. أحبكم جميعا. شكرا لك أستاذ محمد الصبار، شكرا على إرساء مؤسستكم لمبادئ حقوق الإنسان. والآن سيتقدم الأستاذ النقيب البقالي لتقديم الجائزة للسيد محمد الصبار، فليتفضل مشكورا. إذن في هذه الأثناء يقدم السيد النقيب الجائزة للسيد محمد الصبار.